بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. قال الشارح رحمه الله: قوله وفيه، أي وفي صحيح البخاري رحمه الله. قال المعلق: روى البخاري رحمه الله في أول البيوع عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني كانوا يعملون بالتجارة، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، أي أحضر إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخواني من الأنصار رضي الله عنهم عمل أموالهم، كانوا يعملون في مزارعهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، صفة المسجد، أعي حين ينسون، أي أحفظ حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى، أي حفظ، إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة كساء علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. رواه البخاري رحمه الله. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حفظ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين السبب، السبب أنه كان مسكينا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا رضي الله تعالى عنه. قال الشارح: اختلف في اسمه أبو هريرة رضي الله عنه، وصحح النووي رحمه الله أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، كما رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن. وروى الدولابي رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم رضي الله عنهم،
حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حفظه أكثر ممن حفظه غيره. مات رضي الله عنه سنة 87، سنة 57 أو 59، سنة 57 أو 59 من الهجرة رضي الله عنه، وهو ابن 78 سنة، عمره 78 سنة رضي الله تعالى عنه. قوله: قال رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي طلع على جبل الصفا صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: في قرة العيون. هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما يشاء، مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب علينا أن نحذر الشرك والكفر والنفاق والضلال، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف خوف السر إلا لله، ولا ننذر إلا لله، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارا خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك وسائر شرائع الإسلام وعباداته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع عمه ولا عمته ولا بنته، فغيره أولى بذلك. لا ينفع أحد أحدا، لا ينفع إلا الله جل وعلا. فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله، ونتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبع هدي الصحابة، هدي السلف رضي الله تعالى عنهم. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة يا ذا الجلال والإكرام. قوله: حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، العشيرة القبيلة، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني من التعليم والدنيوي من الإحسان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المسلم أن يتقي الله وينذر أقاربه وأهله وأولاده، فهو مسؤول عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي جنبوا أنفسكم وأهليكم بالنار، وذلك بتوحيد الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة لجميع الناس، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
فهم غافلون. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، وبنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء عليهم السلام والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوه عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا، الأمر كله بيد الله جل جلاله، فعلينا أن نبتعد عن الشرك والتعلق على غير الله، فعلينا أن نعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون عبدوا غير الله وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله، فالله أبطل ذلك، لا يقربك إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فلا يقرب العبد إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح، فالمشركون عبدوا غير الله وزعموا أنها تنفعهم وتقربهم إلى الله، فالله أبطل ذلك، لا يقرب العباد إلى الله إلا الإيمان والتوحيد واتباع الشرع وإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال إخباراً عن المشركين أنهم عبدوا غير الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. الشفاعة لا يملكها إلا الله، ولا تكون إلا للموحدين، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري رحمه الله: يا بني عبد من يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس بن عبد المطلب، بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: سليني من مالي، بيّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. قال المعلق: في قرة العيون، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، يعني إعطاؤهم من الدنيا، وأما عند الله لا يغني من الله شيئا. لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الإحسان بأمور الدنيا، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه، كما في هذا الحديث: ولما مات أبو طالب وكان يحوط، أي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، يعني كان مشركا ولكن كان يدافع
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهى الله نبيه أن يستغفر لأبي طالب لأنه أبى أن يسلم، فنهاه الله أن يستغفر له لأنه مات على الشرك. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك، لأنه لم يبرأ، أبو طالب لم يبرأ من ملة أبيه، فكل تعلق على غير الله من طلب الشفاعة أو غيرها شرك بالله، يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، أي للموحدين، كما قال تعالى: وأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، والله أعلم. وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك، لا ينفعهم إلا الإيمان، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، فأبو طالب مات مشركاً، ونهى الله نبيه أن يستغفر له. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات. كثير من الناس يعبدون القبور ويعبدون الأموات ويدعونهم من دون الله، وهذا هو الكفر والعياذ بالله، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا فضلًا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. المشركون اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب، أي في صورة محبة الصالحين، يعبدون غير الله ويقولون هذا محبة، هكذا لعب عليهم الشيطان. وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكًا بالله. وعبادةٌ لغير الله وعداوةٌ لله ورسوله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى الذين عبدوه وغيرهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وعيسى عليه السلام حي في السماء، وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله عليهم الصلاة والسلام من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقهم فيه إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم الصلاة والسلام، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية، أي تنقيص للربوبية. الله تعالى هو الرب المعبود المستحق للعبادة، فمن عبد غير الله فقد تنقص ربوبية الله تعالى الله، ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. الذين يعبدون غير الله أساءوا ظن برب العالمين، ظنوا أن الله ما ينفعهم فعبدوا غيره، نعوذ بالله. والله تعالى هو أرحم الراحمين، والمشركون هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. اللهم ثبتنا على الهدى يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 101: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه، ثم رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله: تعليل أي بيان لصحة مذهب السلف. هذا الكلام توضيح لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولاً وأحسن حديثاً، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل أي الاعتماد إذن في باب الصفات نفياً وإثباتاً على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به
وأنه لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون، كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه أن يكون ناقصاً لأحد ثلاثة أسباب. الكلام يكون ناقص لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. هذه أسباب نقصان الكلام، ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة. نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية أي الواقع، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص، والقصور، بخلاف كلام غيره، كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخلو من نقص. كلام غير الرسول لا يسلم من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، لا يصح أن يساوى كلام غيره بكلامه، فضلاً عن أن يعدل عنه أي يمال عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. يجب أن نتمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه الله عز وجل، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال: تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقاً وأتم بياناً ونصحاً وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، فالله تعالى هو العزيز وهو سبحان ربك رب العزة، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، فالله منزه عن كل نقص وعيب وموصوف بكل كمال وجلال وعظمة جل جلاله. ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده
عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله: والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال، أي من صفات الكمال وأوصاف الجلال وحميد الأفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فنفى النقائص وأثبت الكمال لما بيَّن فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتًا ولا كله نفيًا. نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، نفي النقائص وإثبات الكمال. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، الله لا مثيل له سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا مثيل له. وقوله: سبحان الله عما يصفون، الله منزه عن النقائص التي وصفه بها المشركون والكفار، الله منزه عن النقائص. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة النعاس والنوم والعبث والباطل، الله منزه عن هذه الأمور كلها، ومنزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، أي نفي خالص، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد به، وإنما يراد بكل نفي فيهما في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. كل ما نزه الله نفسه عنه فهو موصوف بضد ذلك النقص من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته جل جلاله، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملاً في أكثر أحواله، لأن الله منزه عن جميع النقائص، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لا يكون إلا لمن اتصف بالكمال كله، فالحمد لله الكمال كله لله رب العالمين، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التفصيل في الإثبات
فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الدعاء، وفي حديث الدعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها لا يعلمها إلا هو جل جلاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. دعاء المكروب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم من أصابه الكرب أن يدعو بهذا الدعاء في آخره: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل أن هناك أسماء انفرد الله بعلمها لا يعلمها غيره جل جلاله. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 155: فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة: عباد الله، اغتنموا هذه الأوقات الشريفة وأكثروا فيها من الدعاء، فإن الدعاء له أثر عظيم وموقع جسيم، وهو مخ العبادة، ألا سيما إذا كان بقلب حاضر وصادقا وصادف إخباتا وخشوعا وانكسارا وتضرعا ورقة وخشية واستقبل القبلة حال دعائه، وكن على طهارة وجدد التوبة وأكثر من الاستغفار، وبدأ بحمد الله وتنزيهه وتمجيده وتقديسه والثناء عليه وشكره، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ودعا بدعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه، فإن كان يريد علمًا قال: يا عليم علمني، وإن كان يطلب رحمةً قال: يا رحمن ارحمني، وإن كان يطلب رزقًا قال: يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك. ولا يمنع من الدعاء مانع، ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام، فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وقطيعة الرحم كذلك، قاطع الرحم لا يستجاب له، نسأل الله السلام. والرحم الأقارب من جهتي الأب والأم، وعقوق الوالدين كذلك يمنع إجابة الدعاء، فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأسباب ويتوب إلى الله عز وجل، وتحري أوقات الإجابة، وأتى بأسبابها، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره والانتهاء عما نهى عنه، فالله أصدق القائلين وأوفى الواعدين، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعًا وخفية، وقال أيضًا، وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده،
وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث الليل الأخير، من أوقات الإجابة ثلث الليل الأخير، ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر أو في آخر ساعة من يومها من يوم الجمعة، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث المطر، وعند فطر الصائم وعشية عرفة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والسلامة والعافية والقبول. وفي حالة السجود وفي ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويسعد بالدعاء بالعتق من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي أدبار الصلوات وفي أدبار النوافل وعند ختم القرآن وعند البكاء والخشية من الله جل جلاله. قال بعضهم: قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بها بشر الداعي بإفلاح: طهارة، وصلاة معهما ندم، وقت خشوع، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت، ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. فعليكم عباد الله بالاجتهاد بالدعاء، وعليكم بجوامع الدعاء التي تجمع خير الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين رحمهم الله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم إذا سافر أنه كان يتعوذ من وعثاء السفر، أي شدته وكآبة المنظر والحور بعد الكور، عن الرجوع عن الخير ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. ومما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: لزمتني هموم وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب همي وقضى عني ديني، رواه أبو داود. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها
من قول وعمل، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقاء. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي رحمه الله. وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر عيني. رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي ومن الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت لديغا. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. ومن ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت،
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا هذه وألحوا بها وداوموا عليها. قل: يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا، يا ذا الجلال والإكرام اعف عنا يا رب العالمين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه، اللهم ارزقني حبك وارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني أي أخفيت منعتني، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. رواه الترمذي رحمه الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعائه كان من دعاء داود عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. الحديث رواه الترمذي رحمه الله. وعن أم معبد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رواه البيهقي في الدعاء الكبير في الدعوات الكبير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. رواه البيهقي رحمه الله في الدعوات الكبير. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغ الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.